دوك امبوسيبل تربيهم كما رباوك والديك. اللي تهضري لهم عليها ولا تقولي لهم عليها يروحوا يجبدوا لها الراسه تاعها منين خلقت حتى جات حتى وين لحقت. هي البذره كي تغرسيها كيما نقولوا بذره مانيش عارفه انا تاع الحار، وين تغرسيها تاع الحار تخرج حاره، والبذره تاع الحلو حاشك تغرسيها في الزبل تخرج حلوه.